السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. بعد إعلان الرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية مع تنظيم الدولة في العراق، وبعد إعلانه النصر على داعش، بات العراقيون النازحون يترقبون عودتهم إلى منازلهم التي هجروا منها قسرا بسبب العمليات العسكرية والقصف الذي دمر منازلهم وممتلكاتهم. ولكن حلم العودة بدأ يتبخر شيئا فشيئا لكثير منهم بسبب منعهم من قبل القوات الحكومية والميليشيات تارة، وبسبب دمار مناطقهم تارة أخرى. محاربة النازحين لم تقف عند هذا الحد، فمنعوا من الطعام والشراب والدواء والثياب، وحرم كثير من الفتيان والفتيات من إكمال تعليمهم، بل لم تتدخل الحكومة مطلقا في متابعة ملفهم وقضاياهم. وإذ بنا نشاهد بعد ذلك مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في دولة الكويت، وبعد هذه الأموال والوعود لا تزال المدن التي دمرتها العمليات العسكرية تعاني أثر الحرب، فلا مدارس ولا مستشفيات ولا بنية تحتية أساسية. النازحون في العراق تعرضوا ويتعرضون يوميا لمضايقات من القوات الحكومية والميليشيات. النازحون في العراق يعانون البرد القارص والحر الشديد في مخيمات من ينظر إليها يستحيل أن يصدق أنها مخصصة لإيواء بشر. وبعد قدوم حكومة عادل عبد المهدي في انتخابات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها مزورة، جاءت الوعود، وها نحن هنا نقف بعد أكثر من 7 أشهر على تسلم عبد المهدي السلطة، والنازحون يراوحون مكانهم، ولا تزال المخلفات الحربية والجثث المتفسخة تحت الأنقاض. فمتى يتم النظر إلى معاناة هؤلاء الناس؟ ومتى يترك السياسي لهثه خلف المنصب والمال وينظر إلى ما يحصل لأبناء بلده؟ ماذا عن سنة العملية السياسية؟ أين هم من أبناء محافظاتهم التي تشردوا أو الذين تشردوا؟ أين الوعود التي قطعوها على أنفسهم في انتخاباتهم؟ أسئلة كثيرة نطرحها في هذه الحلقة بعنوان النازحون في العراق ملف غائب عن أجندة السياسيين. فاصل ونعود. كان 15 سنة نعاني، لو مربينا طفل هم صاروا هم لزم الدولة. يا حكومة المو جميلة، يم حجاب بقى السرير المرضى ويغطي الجديلة، يم دماغ الفارغ وناقص علم، ماكو غير الشنه ما عدنا زلم. يا حكومة شقد حقيرة شقد فطيرة، ما دريت ولا سمحتي كل جمال القائد بصحوة الضميرة، وهم شرط بالقصة صغيرة، وانت دولة وعدها جرعة لكن ولا قطرة غيرة. يا حكومة المهزلة الشعب بيك ابتلي، وبطلك للنستلة عمي يا نستلة، انتو والويات كلكم اغبياء، ليش غشيتوا شعب كله برياء؟ وناس فقرة ومن جيتوا كان ضمها انبياء، وكان واحدكم حمامة وكان من يمشي امامة ومرتد براس العمامة، تار جنسيتي عندكم والقبر كوني للبكم، طاح حظكم وين وصلتوا العراق؟ وين يشكلكم نفاق؟ هاي بيريتي بعدهي وعنده موجود النطاق، ومن نقوم تصير ثورة، وثورة الجوعان خطرة، العامل من يضيح صبره، والفلح عندها مناجل وتنتخب زود السنابل، وهي خضرة وهي صفرة، وانتو بالخضرة بعدكم، راح اجيكم انا واصحاب المناجل وراح احشكم من جدركم، وتنترس منكم مزابل يا مزابل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال الرقم الخاص بخدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين التي تتيح لكم أن ترسلوا رسائلكم النصية. مشاهدينا، لدينا بعض المقاطع التي نود أن نشاهدها مع حضراتكم عن جزء من وضع النازحين في المخيمات العراقية. نبدأ من حريق التهم مخيم في إدهوك، مخيم النازحين، مخيم شارية في محافظة إدهوك شمالي العراق. دعونا نشاهد. Thank you.
ولدينا آراء للنازحين في مخيم أبو غريب غربي العاصمة بغداد حول أوضاعهم والأسباب التي تمنعهم من العودة إلى مناطقهم. الأنبار، الحدود شوية بعدها صعبة وماكو يعني ذاك الاستقرار حيل يعني، وجماعة بعاج نفس المصيبة احنا وياهم، بعاج والقائم نفس هم شريط حدودي يعني، فماكو استقرار يعني حيل ذاك الاستقرار وشغل ماكو، ناس تعبانة بعدها، ناس كانت دايخة 3 سنين، سقوط الأنبار مو هين ترى، والناس تشردت وناس تبهدلت، فاكو شغلات اسباب كثيره يعني. واحنا ما مو صد، احنا عراقيين وبنص العراق وبغداد يعني، احنا وين رايحين؟ حتى ليش يضغطون علينا وارجع وتريد ترجع؟ انا ببغداد، اذا بغداد ما يلمني خين اخوي اطير على امريكا. خلوني يسوي لي جوازات ويجيبونا ويطيرونا على امريكا. خلنا نروح لامريكا. والله اذا بغداد ما يستقبلني، بغداد اذا هو عاصمتي بغداد يعني، ما يستقبلني وتحملني، من يتحملني؟ تحملني يا دولة تحملني. ماكو يعني شيء سبب اللي هالضغوطات، والله يومية جايين ويومية وليش ما ترجعون؟ احنا عراقيين بابا، احنا عراقيين ببغداد وبالعراق وبلدنا، وماكو مشاكل الحمد لله، وكل شيء ماكو، يأمنون الحدود ان شاء الله والامور تصير زينة، والتعويضات ينطون للناس. اكثر الناس بيوتها مهدمة، وانتم تدرون سبب الحرب، الحرب ما وراء غير الدمار. الى متى يعني نظل بهالوضعيه، نظل هيك من دون العالم؟ ليش احنا بس العراقيين نعيش هيك؟ ايش بينا؟ الحمد لله كنا مثقفين وكنا خريجين علماء، العراق البلد مو هي بي من الناس المثقفه وتفته، وخيرنا هواي، يعني نظل بهالمشاكل يوميه، مشكله يوم يعني الى متى؟ هو هاي والله يعني قمنا نضوج يعني احنا. هسه دخنا وين تروح وين تستقر؟ ما تعرف. يومية ها راح يصير فلان شغلة، يومية اللي عنده مشكلة جابها بالعراق، واحنا مبتلي العراقي. نطلب نستقر نعيش مثل، ليش هاي دول الخليج أحسن من عندنا؟ ولا خيراتهم أحسن من عندنا؟ يريد هالبلد يستقر، سوي به زراعة، سوي به مصانع. الحمد لله كلها خريجين. والله الحمد لله الناس الطيبة ومثلكم. يعني تجينا مساعدة، بس عندنا شغلة هنا الكهرباء والله حيل تعبان يعني، وضعية المخيم بالصيف كارثة تقامة يعني، أهم شغلة هي هاي، ولا أرزاق مساعدات يعني زينة من الناس الطيبة، منظمات تجينا حصة مال هجرة، بس عندنا هنا الكهرباء يعني، وهاي هالخيم هاي والله هي يعني تنتقم لك من واحد تجيبه حطه بالخيمة. دعونا نشاهد مجموعة من معاناة المواطنين في مخيم أبو غريب، جزء بسيط ستشاهدون الآن من كارثة كبيرة يعيشها النازحون في العراق، فلنشاهد. تعبانة، بيوتها مهدمة وخدماتها ماكو يعني، ضعيفة جدا. هسه الكهرباء تقريبا رجعوها بس مو كلها، لا هاي المنطقة هيك، المنطقة اللي يعني نازح من عندها اللي هي القائم. بالنسبة للحكومة يطلعون الحكومة إذا تنطينا تعويض هذا يرجع رمن بيته أو يكمل بيته حتى يرجع، أما مو ترجع أنه من تقعد وين تقعد؟ ماكو أي مكان تقعد به يعني، مكان تقعد به قبل كانت أولي حتى بيوت فارغة تقدر تقعد بها، هسه تروح للمنطقة بيوت فارغة ماكو، تلقى 3 عوائل بيت واحد أو 4 عوائل قاعدين بيت واحد، بسبب التفجير البيوت مفجرة واقعة بالقاع واقعة، فأنت وين تقعد؟ يعني تاخذ خيمه تقعد بيها نفس الشيء، نفس يضل قاعد هنا واحسن. يعني الشغل هناك فرد نوم ماكو. احنا جاي نشتغل نبات تحصل لو شغلنا عماله، نبات تاخذ شغله منها شويه وقاعد، دون هي معاناه يعني، مع ذلك هي معاناه، حار حار لا سولف سالفته. وتعب وما يعني كلها تعب تعب. نريد من الطيبين يجونا يشوفون بحالنا. احنا قاعدين بهالكرفانات، هم انطفت لها ساعه يقدرون يقعدون. احنا الكرفان غدي نار نار والله يخينا. والله تقوم انا عندي مريض وانا عنده فقرات ومريض وقاعد بهالكرفانات لاجل ما عنده مكان، والله ما عندي بيت وقع للقى، وقاعدين هنا 5 عوائل يعني والله،
ونسحب منهم يجونا يشوفون بحالنا. الحارة الكرفانات يا خي نار والله نار. هسه عين الشان تنقطع نقوم نفرفر نطلع برا هذا الحر. الله الله بينا اقول الله الله ينظرون بالشعر ينظرون بينا النازحين والله شوفون بحالنا شلون يا خي. بس ولادنا يا يابا ولادنا مظلومين والله مريضي والله بالتاجي يا يابا اثنيه ها والله خذهم حملهم حمل سبيرتو وسبيرتو يقول له ممنوع وهم من بغداد حملوه وهسه اقول له انت لا حملك هذا ما يطلع لحد الان الحمل بعده بالبغداد محمله موجبه سبيرتو اللي يصبغون به البو ويقول له هذا لا هذا خاف تروح تودي له داعشي ولادي هيك الوحي ومريضين عند واحد منهم مريض عنده خمس جهات ولا راتب ولا هاي ولا هاي وانا اصرف عليهم وما عنده انا حتى نضرر ونقول ليش هذا من الطيبين شوفون محل المساجين يابا يسوون بعونهم والله كل ما يشبعوا والله ماي ما يشبعون يحطون الماي بالجاروبه هاي تنغبل يا خي بالجاروبه تاي بردونه ويشربونه والله العظيم يحطها بالجاروبه تاي بردونه تاي يشربونه والحمل والله حمل حملتوه من يمكم غير من يمكم من بغداد شلون تخلونه لو من بيشي شلون تخلونه يطب ووليدي مظلومين والله مظلومين يا ابي بعد عيني يا ابا والله يا ابا مظلومين والله يا ابا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع الى راي السيد ابو عمر من السليمانيه. ابو عمر رايك بما سمعت. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد هذه المراه اللي كانت تبكي ودا تشتكي وتبكي، اقول لها عندك الله كذب مال فلان ابن فلان شيخ عشيره، اكو ناس طيبين خيرين صح يوقفون وياكم وهذول قله. لكن ما يجيك واحد من العصابه ويقول لك تعال اساعدكم ورجعكم كله كذب بكذب، لانه احنا اهل العراق خاصه اهل السنه اذا كنا عرب اذا كنا اكراد اذا كنا تركمان من اهل السنه احنا كلنا مغيبين عن حقيقه انه هذا المشروع تم التفكير به وتخطيط له ثم بداوا بالتنفيذ والتنفيذ بدا على شكل مراحل. قسما بالله استاذ محمد انت لو تقارن ما بين المشروع الصهيوني والمشروع الصفوي والله ما تلقى واحد بل اكثر حقاره ونزاله هو المشروع الصفوي بالعراق بيجري تنفيذه باحرف من ذهب زين اذا اقولها باحرف من ذهب بيتم تنفيذه بالعراق. هذا المشروع الصفوي هو نفس المشروع الصهيوني مثل ما بيجري للفلسطينيين من تهجير من قتل ولو اهوان اليهودي اهوان اليهودي اهوان هذا ما يرحم هذا يقول لك انا ما يرحم هذا من كل عقله يا استاذ احنا هذول من كل عقلهم احنا صريح العباره استاذ محمد الحق مكروه واكثرهم من الحق كارهون احنا امام حرب دينيه احنا مو امام حرب قوميه او سياسيه حزبيه بين حزبين احنا صارت عندنا بالعراق من ال 21 لل 2003 حروب قوميه ما بين الاكراد وما بين الحكومه المركزيه بس انتهت مثل ما يقول انتهت والحمد لله شفت النازحين اللي جو المهجرين جو الى كردستان كل حقد وعداوه ماكو بيناتنا احنا العرب والاكراد ماكو اي بالعكس تعاون الى اخر ذره يعني تقصد انه اللي يصير للنازحين بدوافع طائفيه دوافع طائفيه شنو طائفيه؟ دينيه بحته اكو دين بيمارس احنا مغيبين عن هذه الحقيقه وما حد يكشفها وكلها تعرف بيها ما حد يكشفها يقول لك خاف اجرح مشاعر طائفه اخرى على شنو تجرح؟ هو لا بقى شرف ولا بقى غيره ولا بقى ناموس ولا بقى كرامه عند الانسان على شنو يابا منتظر تكشف الحقيقه وتبين لنا الحقيقه وثانيا احنا نجي نترجى تعال من صاحب المشروع اللي يقوم بتنفيذه زين ها تعال شوف لي حل في شوف لك حل هو حالفك يمين هو عنده ثوابت دينيه بيصير عليها احنا ما يطلع فد واحد مظاهره من ذا ومن ذا هذا يطلع لمصالح شخصيه بس التعيينات ما يريد كهرباء شو اسوي به؟ شو فخم بهذا؟ هذا شو صار؟ وين الشرف الوطني؟ وينه؟ مو يقول اكو شرف بالوطن؟ وين الكرامه الوطنيه والقوميه؟ وينها؟ ليش؟ ليش صارت الفارسي مخلصه وصيه؟ ليش ما صارت العربي؟ ليش ما صارت ابن الوطن الكردي ابن العربي؟ انت تدري بالمشروع هسه بيقوم بالموصل صار انا طيب. سمعت اخر خبر من امبارحه تدري شو يسوون؟ الحرس
الثوري هذا المجوسي الفارسي يقوم بتهجير على الموصل جانب الايمن، اخذ اراضيهم واملاكهم كلها، عندهم قواعد بس قسما بالله يتعبون نفسهم. هم كل هدفهم وغايتهم ان يكسرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. هذا هو القصد. وضحت الفكره ابو عمر، انا اشكرك للمشاركه. طبعا كما استمعتم الى حديث النازحين في مخيم ابو غريب، احدهم كان يتحدث عن المساعدات التي تاتي من الخيرين. الحديث هنا عن المنظمات الخاصه، لا يوجد دور للحكومه في توفير المساعدات الغذائيه، الدواء، الماء الصالح للشرب، الكهرباء الى مخيمات النازحين. طبعا ربما مخيم ابو غريب باعتباره قريب من العاصمه، ربما هناك طريقه لايصال بعض المساعدات الى هذا المخيم، لكن طبعا اقصد من قبل المنظمات الخاصه، لكن هناك مخيمات في العراق كارثيه، عباره عن سجون تحرسها الميليشيات او القوات الحكوميه، والهدف ممنوع ان يخرج احد منها ان كان يرغب بالعوده، وتعذيب، اهانه جسديه نفسيه لكثير منهم، وبالاضافه الى امتناعهم عن ادخال او منعهم من ادخال الدواء والغذاء و الثياب، الماء الصالح للشرب، لا توجد خدمات، لا يوجد أي شيء. وكما استمعتم إلى السيدة التي بكت قبل قليل، في درجة الحرارة التي تصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية في الصيف في النهار في العراق، مع هذه الكرفانات وهذه الخيم، لكم أن تتخيلوا، شاهدنا احتراق خيم في مخيم شارية في محافظة دهوك بسبب طبعا ارتفاع درجات الحرارة. كثير من الأطفال ومن الكبار السن حتى توفوا في البرد القارس الذي يعيشونه في شتاء العراق. كل هذه الأمور تثبت أنه هناك رفع يد من قبل السلطة عن ملف النازحين بشكل متعمد، واضح أنه متعمد، لأنه بعد أن انتهى كل شيء من عمليات عسكرية وغيرها مع تنظيم الدولة في العراق، وعقد هذا المؤتمر، مؤتمر الكويت، الذي من المفترض كان أن يكون معني بإعادة إعمار المناطق في العراق، حال المناطق كما هو، توجد هناك مخلفات حربية، توجد هناك جثث تحت الأنقاض، بالإضافة إلى الدمار الذي وصل في بعض المناطق إلى أكثر من 95% كما حدث في مدينة الموصل. معنا اتصال أبو طه من بغداد، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لك أستاذ محمد ولا قناة الرافدين. حياك الله أبو طه، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، بالنسبة للنازحين، هي المناطق مو تحررت قبل سنتين أو أكثر من سنتين، ليش ما يخلون النازحين يرجعون إلى مناطقهم؟ ليش يذلون المواطن العراقي؟ يعني هذا شيء مقصود زين من قبل اللي اسمهم حكومة، زين ليش يمنعون الناس من العودة؟ الميليشيات هي اللي قاعد تمنع الناس من العودة، بأنه سلطة الميليشيات أكثر من سلطة الحكومة. الحكومة ما عندها سلطة على الميليشيات، زين، حتى تجبرهم. المفروض النازحين يرجعون إلى مساكنهم بعد ما يعمروا لهم ويعوضوهم، بأنه ناس تضرروا من الحروب، ويعوضوهم واصلهم انازلهم واكرمهم واعززهم، رجعهم معززين مكرمين. انا مو اهينهم. صار سنتين ابو طه، صار سنتين من اعلن حيدر العبادي انه العمليات العسكريه انتهت والنصر واحتفال واستعراض عسكري وهالسوالف هاي، ومؤتمر الكويت ما مؤتمر الكويت وكل هذه هي الاستعراضات. في النهايه شنو الملموس على الارض؟ كل شيء ملمس على الارض، بس نصر بيان النصر زين، وبقى بالنص وقال انتصرنا مع شنو. وشنو الفائده من الانتصار مالك من البيان اللي نطيته، والعالم لحد الان بالمخيمات، وفوق هذا قاموا يحرقون المخيمات على اللي ساكنيها. اي حكومه هاي اللي نعتمد عليها؟ زين، طيب عفنا من الحكومه ابو طه، عفنا من الحكومه، خلينا نحكي على الدور المجتمع. يعني أهالي المحافظات الغربية أو المحافظات التي تضررت جراء العمليات العسكرية لم يجدوا مساندة من باقي المحافظات الجنوبية
تجاه قضيتهم. يعني الآن متروكين هم بالمخيمات، أعدادهم بمئات الآلاف، ولا توجد لا يوجد دعم غذاء، لا يوجد دعم دواء، لا يوجد احتضان لهم، مركونين بالمخيمات بطريقة غير آدمية وتعامل غير آدمي يتم معهم من قبل القوات الحكومية والميليشيات، وحتى الدور العشائري الموجود في العراق ضعيف تجاه ملف النازحين. يعني بعض المنظمات الإنسانية هي التي تقدم المساعدات، وين هاي القيم والمبادئ العشائرية والقبلية الموجودة عندنا بالعراق اللي المفروض نشوف سيارات مساعدات تروح للنازحين بالمخيمات؟ كلها انتهت أستاذ محمد. يعني أنا أذكرك سالفة من صارت شحة المياه بمحافظة البصرة، زين أول ما تبرعوا المناطق الغربية، زين قاعد ينتظرون من المحافظات الجنوبية والمحافظات الوسط، زين أن يساعدون النازحين. شوخ العشائر وينها؟ دعنا من الحكومة والمنظمات الإنسانية وكذا، شوخ العشائر وينها؟ إذا كل شيخ فزع العشيرة مالته، زين هم يخلصون جزء من هاي المأساة اللي هيعيشوها هم. بس إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل على هيك عصابة جتنا من 2003 لحد الآن اللي دمرت العراق والعباد. أبو طه أنا أشكرك، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. تقرير لمؤسسة المؤسسة الأمريكية للمساعدات الإنسانية في العراق قالت إن أمال النازحين بالعودة إلى مناطقهم بدأت تتلاشى. هذا تقرير لمؤسسة أمريكية للمساعدات الإنسانية، تضيف في تقرير لها تحت عنوان العراق احتياجات طارئة ومعقدة أن نسبة الراغبين بالعودة انخفضت هذا العام إلى 5% بعد أن كانت 9% العام الماضي. عازيا التقرير السبب الرئيس إلى بقاء الدمار على حاله وندرة الخدمات، فضلا عن عدم توفر فرص عمل في تلك المناطق المدمرة. يعني الناس اللي كانت ترجع العام الماضي اللي كانت نسبتها مقدرة ب9% تعود من مخيمات النزوح أو المناطق اللي نسحت إلها إلى مناطقها الأصلية، انخفضت هذه النسبة لأن الناس دا تروح إلى خرائب، تدخل إلى منطقة مدمرة، تدخل إلى منطقة ما زالت فيها جثث تحت الأنقاض، مناطق مدمرة، دمار شامل، لا يوجد أبنية، لا توجد خدمات، لا توجد فرصة للحياة ولا للعمل، وبالتالي يعودون إلى المخيمات أهون لهم وأرحم من مناطقهم الأصلية اللي دمرت وصارت مع الأرض أبنية شاهقة، أصبحت مع الأرض جراء العمليات العسكرية والدمار. في مفوضية حقوق الإنسان طبعا أعربت عن قلقها من ضحايا وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة. طبعا هذا موضوع أيضا كارثة بالنسبة لمن يعود إلى مناطقه جراء العمليات العسكرية. كثير من المخلفات الحربية، القذائف والصواريخ لم تنفجر حتى هذه اللحظة، هناك ألغام حتى هذه اللحظة موجودة في كثير من هذه المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية. من يعود إلى هذه المنطقة إن عاد وجد على سبيل المثال أن بيته مدمر جزئيا وليس كليا، ربما قد يتفاجأ أن هذا المنزل قد يكون مفخخ، قد تكون هناك قذيفة غير منفجرة في هذا المنزل. وكثير من حالات الإعاقة التي أحصيت في العراق نتيجة المخلفات الحربية التي تنفجر في المناطق التي حدثت فيها نزاعات. بالإضافة إلى ذلك عملية الجثث، استخراج الجثث من تحت الأنقاض أو عملية إزالة هذه الأنقاض، حتى هذه اللحظة بعد مرور عامين على انتهاء العمليات العسكرية هناك غياب تام للدور الحكومي بالتعامل مع هذا الملف، بل حتى هناك منظمات حقوقية إنسانية أو أفراد تطوعوا من أجل إخراج هذه الجثث من تحت الأنقاض كانوا يمنعون من إكمال عملهم وتطوعهم من قبل القوات الحكومية أو من قبل مسؤولين في المحافظة ومن قبل الحكومة المركزية. يعني حتى لا يرحمون ولا يعفون رحمة الله تنزل. عموما نقرأ رسالة تأتي من أو أتت من السيد مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخ محمد ولصوت الحق الناطق بمعاناة العراق. الأزمات استفحلت بالعراق في ظل حكومات تابعة لجارة السوء إيران، لم توفر وظائف وتعليم وصحة وغذاء ومياه وكهرباء. أزمة النازحين يعيشون واقع مؤلم في المخيمات،
وفي المخيمات لا تتوفر متطلبات ومقومات العيش والغذاء، ناهيك عن عدم إيجاد حلول لأزمة عودتهم، هي ظروف تترافق مع واقعهم المؤلم. الحل الوحيد هو إبعاد الفاسدين ليتسنى إيجاد ثلة خيرة من الوطنيين لمنظومة الحكم الوطني ولمحاسبة السراق للسرقات والنهب والفساد والواقع المؤلم. أين تلك الوعود التي تعد بها حكومات جارة السوء إيران بحل أزمة النازحين وتوفير حقوقهم كأمور الغذاء والفقر؟ طبعا هذا ربما طرح مرة واحدة أو مرتين. ملف النازحين هو ملف غائب عن أجندة السياسيين كما هو عنوان هذه الحلقة. دائما ما تشاهدون في جلسات البرلمان يتصارعون فيما بينهم على المناصب، يتصارعون فيما بينهم عن كشف بعض الفساد أو بعض المفاسد الموجودة فيما بينهم، عندما يكون هناك إحراج من طرف لآخر أو اتهام من طرف لآخر يقومون بإخراج هذه الملفات من أجل فضح بعضهم البعض. ملف النازحين ملف مهمش، متعمد أن يكون مهمشا مركون وليس من ضمن أولويات مجلس النواب وليس من ضمن أولويات الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي أو حيدر العبادي سابقا، وليس طبعا من أولويات رئيس الجمهورية. هناك ملفات أهم، ملف وزير الداخلية ووزير الدفاع والعدل، لمن ذهبت، من اشترى هذا المنصب، كيف تم الشراء، كم دفع من مبلغ، هذه هي الأمور التي تهم من يحكمون العراق الآن، رئيس محافظة، رئيس مجلس محافظة أو محافظ أو قائم مقام. هذه المناصب التي تأتي بالمال للمشتري هي هذه التي تهم بالنسبة لهم. أما ملف نازحين ودفع أموال للنازحين هذا كله خسارة بالنسبة لهم وبالتالي غير مهم. معنا سيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. الله يسعدك أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله أستاذ محمد. هو البرلمان كله أنت من تشوفه مو تقول برلمان، سوق هرج هذا. نعم. فهذول كل من يفكر بنفسه وراتبه يقول لك أنا شعلي بالفقير النازح هذا عسى ما أكثر من هاي يصير بي. طيب أبو أيسر، عفنا من السلطة كلها، خلينا نركز على جزء منها. نعم. سنة العملية السياسية اللي يحسبون نفسهم على المحافظات اللي صار بها الدمار، وين هم وين هاي الوعود اللي صدعوا رؤوس الناس بيها من الانتخابات وقبل الانتخابات؟ أستاذ صدقني كل السياسيين السنة يعني أنا هنا أتابع على التلفزيون وأشوف ناس أذلاء يعني بحيث ما لهم أي قرار سياسي أي قرار سياسي تجاه أهلهم بالمحافظات المنكوبة أو المدمرة، وحتى زيارات ما عندهم يعني لو بيهم خير حتى من رواتبهم يعني خلي واحد منهم يزور النازحين يشوف مأساتهم، مرات بأقلها يطلع له فد مليون يوزعها على ناس فقراء يعني ما عندهم مبالغ أو ما عندهم عيشة زين وقاعدين بهالحر هذا، ولا فما يفكرون هذول لأن هم يدرون هم قاعدين على الكراسي يعرفون ما عندهم كل قرار سياسي. نعم. قاعدين أدلاء فقط يستمعون ويسكتون. شوف هسه من يصير بالمناطق الجنوبية هذا إذا ما باق إذا ما سرق أموال النازحين. نعم هم يسرقوها، من يسرقها؟ نعم أبو نينوى إيش قد سرق أموال هاي الناس، إيش قد أدى ناس، لأن لو يدري أكو دولة وأكو رقابة صحيحة على مال العام بالنسبة للبلد ما يسوون هيجي. هم ما يفكرون بالشعب، يفكرون بأنفسهم فقط. طيب برأيك أبو أيسر حل الناس اللي بالمخيمات شنو؟ يعني إذا حكومة رافعة أيدها الله يعينهم، ما نقدر نقول أكثر من هذا. يعني حتى الكافر تجيب الكافر اليهودي ما يقبل بيها. طيب ليش ما نقول ان الناس تتحرك وتشلع هاي الحكومة من جذورها؟ الناس استاذ انت تعرف الوضعية شلون صارت، يعني هم من راحوا للتدمير ولا لا للتحرير. يعني انت شفت اول ما طبوا اللي جابوا لوريات انه فوق ما الله ضايم ومضين واخذوها ارض محروقه وجثثهم جوا الانقاض قام يبوقون بغراضهم وحلالهم يحملون ويدزوها لبغداد وغيره وغيره. نعم. انت ايش تتح يعني بعد الانسان اللي يسوي هيك يفكر بنازح يفكر بكذا. شوف هسه الجنوب شكو ملاعب رياضيه، شكو مشاريع
عافوا نينوى مهدمه ويروحون يفتحوا لي مراكز رياضيه وكذا بملايين مليارات الدولارات. ما يفكرون بهذا الفقير. انا اذكر مره بباسط، يمكن بباسط صار فيضان بسيط، اهل الفلوجه والانبار كلهم عبوا سياراتهم مواد غذائيه وكذا وراحوا اعلامهم رافعه حتى يساعدون اهلهم بالجنوب. واحنا على جماعتنا السياسيين يباعون، ما حد ينظر حتى قلت لك اليهودي ما يسويها. كل من يفكر ينظر للجيب ايش قد راح يجمع من هاي الممتلكات الدوله. شكرا لك ابو ايسر، كنت معنا من تركيا. سيد صباح من بغداد تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لموضوع النازحين، يعني احنا نعرف ان الحكومه العراقيه الفاسده متقصده ان بقاء هاي المخيمات خارج مدنهم وخارج منازلهم، وملفهم ظل عالق وما حد داعي به. لا هو ملف يعتبر ملف سني، يعني اغلبيه المخيمات الموجوده اهل السنه، يعني 99% من النازحين والمهجرين هم ابناء السنه، ما عادوهم بعد ما يسمون تحرير المدن اللي خربوها بالقصف العشوائي وميليشياتهم الطائفيه. ظلت هاي المخيمات لحد الان قائمه في كل مناطق العراق تقريبا. يعني احنا عندنا ملف قديم وهو جرف الصخر، يعني نعرف احنا جرف الصخر حاليا من اللي يهيمن ويسيطر عليها؟ حزب الله العراقي الموجود في جرف الصخر، من معتقلات وسجون واستثمارات قام يسوون بيها، واهلها لحد الان نازحين ومهجرين في شمال العراق وبغداد وفي خارج العراق، ظل ملفهم عالق. السياسيين الموجودين من هذه المناطق ما قدروا يناشدون الحكومه او يتدخلون الموجود العلاقات الموجوده عندهم مع قاسم سليماني او ابو مهندس، لان الملف هذا بيد دول قاده الميليشيات، يعني الملف مو بيد المحافظ في سبيل اعاده النازحين الموجودين، الملف بيد الميليشيات حصرا وقاده الميليشيات، الميليشيات ما تسمح والحكومه والقانون. سيد صباح يعني اكو نازحين، وهسه استمعنا وايضا تقارير تقول بان النازحين ايضا فقدوا الرغبه بالعوده بسبب دمار مناطقهم، كثير من النازحين وكثير من المناطق، يعني حتى لو الميليشيات سمحوا للناس انه يرجعون في بعض المخيمات، حيرجعون لشنو؟ يعني عندنا الرمادي وفق الاحصائيه الرسميه بعد انتهاء العمليات العسكريه 80% دمار، مدينه الموصل اكثر من 95% دمار، يعني الناس ترجع لوين؟ ترجع لشنو بالضبط؟ بالطبع هاي سياسة الحكومة، سياسة التدمير يسموه تحرير، دمروا أغلب المناطق، فاللي نازح قاعد بمخيم وبيته للأرض، ونعرف احنا أيمن الموصل والرمادي ومناطق في جرف الصخر وصلاح الدين تم تدميرها بأوديالة، القرى الموجودة في ديالة تم تدميرها بالكامل، يعني أهلها طبعا ما راح يرجعون، يعني يرجعون بيوتهم محروقة أو مزارعهم تم تجريفها بالكامل بسطوة، مو تقول أجت جيش أو غيره، أجت اللي سلطة اللي هي أعلى من الجيش، هي سلطة الميليشيات الطائفية. فالتغيير الديمغرافي اللي موجود في محافظات السنة تم تنفيذه على ايد الميليشيات الطائفية وقادة الميليشيات الطائفية، والصمت الحكومي موجود من سياسي السنة والسياسي الشيعة اللي راضين على هاي. ومع ذلك يعني استاذ المرجعية عندها علم ان اكو مخيمات بعد التحرير بسنتين ومخيمات موجودة. طبعا هذا حضرتك فتحت سؤال مهم، المرجعية بكل خطبة جمعة يا اما تحكي عن الانتخابات، يعني فترة السابقة يتحكي عن الانتخابات، يتحكي عن الفساد وما نرضى بالفساد، يتحكي عن أمور أخرى، لكن لم يتم ذكر ولا خطبة قضية النازحين وواجب مساعدتهم وواجب دعمهم وتوفير المساعدات الغذائية أو الدواء. لماذا لا يوجد أي دعوة من المرجعية الدينية أو المعممين أو رجال الدين، يعني على الأقل هم باعتبارهم يحكمون طبقة ليست بقليلة، يعني أنه يحثوهم على دعم ومساعدة الناس الموجودين والمهجرين؟ لماذا لا يدعون الحكومة في منابرهم إلى إعادة إعمار المناطق المدمرة؟ ما الذي يمنع؟ أستاذ المرجعية جزء من الحكومة وجزء من بقاء الحكومة، وكل العراقيين يعرفون أن الحكومة حكومة فاسدة، حكومة
طائفية، حكومة عميلة، حكومة الناس تراق، عصابات، مافيات، ما سووهم أي شيء للعراق والعراقيين. المرجعية جزء من هاي الحكومة، سواء مقتدى الصدر اللي هو حاليا من بداية الاحتلال لحد الآن جزء من الحكومة ومشارك بهاي الحكومة، وطبعا تابع الأجندات. وحتى المرجعية في النجف العليا اللي يسموها عليا هي 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 دعمت قائمة الثلاث خمسات ودعمت العملية السياسية. فالحكومة جاي تمشي على مشروع، هو مشروع طائفي، تهجير العالم وتدمير المناطق السنية وتدمير البنية التحتية لهم، بتهجير أهلها واعتقال أهلها وترويع أهلها والجثث المجهولة وغيرها. فالمرجعية عندها علم بكل ما جاي يصير ومؤيدة وموافقة، والدليل ماكو لهم بيان يعني حقيقي وطني في سبيل يأمرون. وتقدر المرجعية تأمر مثل ما تأمر، مثل ما صارت المظاهرات في البصرة ودخلت المرجعية في سبيل إخماد هذه المظاهرات وعدم إحراج الحكومة أكثر من اللي ما موجود. تقدر تأمر محافظ الأنبار ومحافظ الموصل وغيره بإغلاق بالتام ملف النازحين والمهجرين بالكامل. هذا من جانب. من جانب الثاني الجانب الصحي والجانب المعونات والجانب شو هم المرجعية تقدر تتدخل، أو الحكومة أو السياسيين يضغطون على وزير التجارة أو وزير الهجرة والمهجرين في سبيل تقديم المساعدات يعني الملموسة، مو كلام على يطلعون بالفضائيات يتبجحون. سيد صباح، أنا أشكرك، وضحت الفكرة لدينا. أبو حسن من الديوانية، تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حسن، أهلا وسهلا. والله أنا يعني ما شفت على الفضائية كلش أضوج من تحتي معاناة الناس، لكن أنا أقول لك بشارة هذا أمر الواقع. شو نسوي؟ لولا السياسيين السنة، أي لولا السياسيين السنة والشيعة شارتهم تعبانة. وأنا أقول لك إن شاء الله الخير مقبال. أكو مثل عبد العرب يقول ما تقدر له نخلع عليه. إن شاء الله هاي الحكومة ما تبقى، لأن جاي تشتغل بالخطأ. ما يصير 15 مليون عراقي كلها وظائف وزراعة معدومة وصناعة معدومة وتجارة ماكو وشغل ماكو. اليوم الدولار مرتفع 70 النفط، باكر يصير 18. الله يقول لك الشعب يقتلهم كلهم بالشوارع، يسحلهم يسحلهم كالدواب، الله شاهد. ينهون بس فيهم فترة شهر شهرين ثلاثة أربعة ما طول النفط وهي مرتفع. يعني مصير العراق واقف على سعر النفط؟ ألو أبو حسن، مصير العراق واقف على سعر النفط؟ لا، احنا على الانقلاب على الدولة، على الحكومة، على سقوط الحكومة، لأن الحكومة يعني كلها تشتغل بالخطأ مو على النفط، لأن هم حتى كلها طوها ناس رواتب رعاية اجتماعية وموظفين وتشتغل عن طريق رشاوي وغيرها وغيرها وغيرها، على 15 مليون عراقي وشغل ماكو. أبو حسن، يعني احنا بس نريد حتى الناس لا تظل متمسكة بقضية الأمور الثانوية، الأمور الجانبية. يعني 16 سنة من دمار وخراب وفساد وسرقة وميليشيات وغيرها، ملف طويل يعني ما يخلص منا ليون. والناس تنتظر بالله إذا انخفض سعر النفط ماكو رواتب نطلع عليهم، لو إذا كهرباء ماكو نطلع عليهم. هاي الأمور الجانبية ما تفيد. يعني إذا كهرباء ماكو فأكو فساد، وإذا فساد ماكو فأكو معتقلات وميليشيات. هناك رأس للأفعى يجب أن يقطع. هذا هو المنطق أبو حسن. سالم محمد، أسمعك. سالم محمد، أسمح لي. تفضل. عفوا، يقول لك يعني إنه المناطق الغربية والمناطق الوسطى والمناطق الجنوبية أكو فرق بيناتهم. والله ماكو فرق بيناتنا، والله ماكو فرق بيناتنا، ولا نفكر يوم يصير فرق. لكن هم جاي يشتغلون بالخطأ، والخطأ لازم يوقع فيها. يوقعون يوقعون، احنا هسه مقشرين العالم بالفلوس. هذا مطينا رفحه وهذا مطينا كذا وموزعينها، هاي باتر كذا باسعار النفط داعمينها. باتر اذا نفط ماكو وزراعه ماكو منين يجيب له؟ الشعب راسه يصير عليه صار ينتهي. احسب له ايام معدوده ان شاء الله. طيب احنا خلينا بموضوع النازحين ابو حسن. نازحين بلا غذاء بلا دواء، مخيمات تحترق بسبب ارتفاع درجات الحراره، يعني مضايقات وحكومة لا تتدخل، وبعدين مصير الناس دول شنو أبو حسن برأيك؟ هاي مقصودة هاي شغلة دفع إيرانية، هاي ما تعرفت لأن تدري أبناء الغربية كانوا كلهم بجيش حتى بيعمل النظام السابق. الجيش منه أكثر من مناطق الغربية ومناطق الوسط، ودولة وشوفة وإيران اللي ما يشوف شيء. هاي اليوم يطلبون سار، هاي طلب سهل، هذه مدلون الناس. بس إن شاء الله الوقت جايهم الوقت.
الله الله ما عاد يقول ما تقدر نخلع لي احنا جاي نخلع الله الله ما عدنا. ابو حسن شكرا لك. طبعا الموضوع لا يقف فقط عند قضية عمليات عسكرية وانتهت ونازحون في مخيمات لا يمكنهم العودة بسبب عدم جاهزية مناطقهم من أجل أن يعودوا. الهدف هو أبعد من ذلك كما يرى مراقبون ومحللون للشأن العراقي، أن هناك مساع لتغيير ديموغرافي يحدث أو يراد له أن يحدث في كثير من هذه المناطق، مناطق حتى هذه اللحظة منذ دخول تنظيم الدولة عام 2014 إلى العراق وحتى انتهاء العملية العسكرية في 2017 حتى هذه اللحظة أي بعد 5 سنوات هناك أناس لم يعودوا إلى مناطقهم، رغم أن مناطقهم ربما من أوائل المناطق التي انتهت بها العمليات العسكرية مع تنظيم الدولة. هؤلاء ما زالوا في المخيمات، هؤلاء ما زالوا يسكنون ويقطنون في العراء. من لديه قدرة مادية استطاع أن يذهب ليستأجر منزل ربما في محافظات شمال العراق، لكن كثير منهم بقوا في المخيمات بلا مساعدات بلا دعم، ويراد لهم أن يبقوا هكذا ربما من أجل أن تتحقق أهداف التغيير الديموغرافي. في محافظة ديالى هناك كثير من المناطق التي منع سكانها من العودة إليها بسبب وجود ميليشيا بدر تحديدا هي التي تسيطر على محافظة ديالى، وكذلك لقرب المحافظة من إيران، وهذه الأمور التي يسعى كثير من قادة الميليشيات وبعض السياسيين الموجودين أن يحققوا هذه الاستراتيجية وهذا الهدف باستبدال السكان الأصليين بسكان آخرين ربما إيرانيين يجنسون، ربما من جنسيات أخرى يأتون إلى العراق بأفكار معينة طائفية يجنسون كذلك، خاصة وأن الموضوع صار سهل جدا في العراق. أهداف ديموغرافية تقف خلف إبقاء النازحين في مناطقهم في المخيمات. أقصد أبو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، إحنا ما حتى عيب علينا نقول حكومة، ما عندنا حكومة، عندنا احتلال مجوسي، مجوسي بامتياز وبإشراف الخنازير الأمريكان والصهاينة. فالنازحين نشوا هذول النازحين الموصل المناطق المنكوبة حيث كل يتنشد. إحنا نعرف أسباب هذه قالب الحرق ولا أيضا الاعتقالات اللي السرية اللي ما حد يدري بيها ولا اعتزاز المواطن، ويعني المواطن اللي المنكوب نقول مناطق المنكوبة مع كل احترامي لإخواننا الشيعة الأحرار العربيين. نعم. للأسف ذيول المجوس هم اللي نكبونه. لولا ذيول المجوس ما يهمنا لا الأمريكي ولا الصهيوني ولا المجوسي، لكن العرب هم يتقاتلون فيما بينهم بإشارة من المجوس والصهاينة. ليش يا عرب؟ نرجع ونقول العرب ما قالوا مثلا خط خطأ وبيقالوا الحجرة ما تكسر إلا أخوتها. إحنا لولا أخوتنا العرب من الحوثيين من أبناء الشيعة المطوعين والميليشيات اللي موالية لإيران، إحنا لولا ما يهمنا والله نفوت بهم وما نخليهم يومين، والله نسوي عليهم مثل ما صارت على الأمريكان أيام زمان بين 7 و6 و8، صار عليهم الشارع نار. لكن يا اخواننا فيقوا المجوسي مهما تحب يدو يبقى يقول لك عربي نقص. فعليك ان تتبع نفسك. اليوم الصراع صراع قومي وليس ديني ولا مذهبي. انتوا تقولوا لا اله الا الله، احنا نقول لا اله محمد رسول الله، محمد رسول الله. من الشله اللي فرقنا هذه كلها لعبوا بها هذول الانجاس اللي جو ذيول المجوس اخواني على الغيره على الجنوب. ترى انا ما اقول لكم الأمة العربية قادرة أن تكسر هذه لو تتوحد أنا دائما أقول لأجيالنا الأطفال أعلمهم أشودة قبل أن نسمعها وأصلح أقولها، وعلى كل تربوي وكل أستاذ وغيور بالعرب أن يقولها. فلسطين عربية على خشب الصهاينة تبقى عربية. أبو مصطفى أنا أشكرك، الوقت شارف على الانتهاء. لدينا رسالة سريعة نقرأها من أحد المشاركين، لا يوجد اسم. عموما يقول في البداية أخي داعش الإرهابي اللعين يؤمن بتكفير الآخر. زين ليش الحكومة المتسلطة بميليشياتها تقتل وتهجر وتقصي الآخر؟ أليس هذا نفس فكر داعش؟ أكو هيجي بلد وهيجي شعب. بعدين أرسل رسالة يرد بها على السيد أبو حسن من الديوانية،
يقول أبو حسن: مع احترامي لك أنت وطني، ولكن ليش العراقيين يتجمعون بالملايين لزيارة الحسين؟ ليش الوطن ما يستحق زيارة مليونية على هالظلم والجور؟ أليس الوطن أقدس من المراقد يا أبو حسن؟ طيب مشاهدينا الكرام، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يؤكد أن هناك مئات من أبناء مدينة سامراء وضواحيها لا يزالون مخفيين أو مغيبين بعد اختطافهم. كثير من النازحين، كثير من الذين تركوا مناطقهم قسرا، تعرضوا إلى هذه الحوادث، عمليات إخفاء قسري، اختطاف، اعتقال، ربما حتى لو بشكل قانوني، لكن لا أحد يعلم مصيرهم، وبالآلاف أعدادهم حتى هذه اللحظة مغيبين في السجون والمعتقلات، منها ما هو تابع للدولة ومنها ما هو تابع للميليشيات. نقطة أخرى، الحادث الأخير الذي شاهدناه من اعتداء على امرأة في مدينة الموصل من قبل القوات الحكومية تجعل النازح ينظر إلى هذا الملف وينظر إلى منطقته، بأنه إذا كان الجيش الذي من المفترض أن يكون هو الحامي وهو المدافع عن العرض وعن الأرض هو الذي يعتدي وهو الذي ينتهك وهو الذي يخترق الحرمات وهو الذي يدنس الأرض بهذه الطريقة وبهذه البشاعة، كيف له أن يأتمن على حياته وحياة أولاده وزوجته، أن يعود إلى منطقة هي مدمرة أصلا، لكن وإن قرر أن يعود؟ هناك أسباب كثيرة تمنع الناس من العودة، وهناك أسباب كثيرة تدفعهم إلى العودة، لكنهم لا يستطيعون ذلك في ظل وجود هذا الدمار، هذا الخراب، في ظل ابتعاد السلطة ورفعها يدها عن المساعدات. هل تذكرون المساعدات التي أرسلتها المملكة العربية السعودية للنازحين التي سرقت في مطار بغداد؟ كثير من المساعدات، نعم هناك دعم يأتي، لكن كثير من هذه الميليشيات هي التي قامت بسرقة هذه المساعدات، قامت أو تقوم حتى هذه اللحظة بإفشال أي مخطط أو أي فكرة من أجل إعادة الناس إلى مناطقها أو إعادة إعمار المناطق المدمرة. رسالة أخيرة حتى نكون منصفين من السيد، أيضا لا يوجد اسم، حيدر بن ديالة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيدر بن ديالة. عمر المهجرين ما راح يرجعون، هكذا يرى، نتمنى عكس ذلك. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.